يشارف عام 2022 على نهايته، حمل معه أحداثا استثنائية سوف تظل في ذاكرة من عايشها وسيذكرها التاريخ للأجيال المقبلة. أولى تلك الأحداث وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير غيرت تماما من خارطة القوى الدولية، كان لها تأثير واضح بالغ على الاقتصاد في العالم. نتيجة للحرب الأوكرانية شهدت أسواق الطاقة في العالم أزمة غير مسبوقة، تضمنت ارتفاعات كبيرة في الأسعار وشحا في موارد الطاقة بسبب النزاع بين روسيا والغرب. في 8 سبتمبر شهد العالم وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بعد حكم دام قرابة 70 عاما. أما في 14 سبتمبر اندلعت انتفاضة شعبية غير مسبوقة في إيران، وذلك على خلفية مقتل شابة إيرانية من أصل كردي بعد تعرضها للضرب المبرح خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. في 8 نوفمبر أجريت انتفاضات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والتي شهدت سباقا انتخابيا محموما بين الديمقراطيين والجمهوريين على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب. أما في 20 نوفمبر انطلقت فعاليات كأس العالم في قطر، والذي يعقد لأول مرة في دولة عربية في قطر، وانتهى بفوز التانغو منتخب الأرجنتين بالمونديال. في 5 ديسمبر نجحت الأطراف السودانية في التوصل إلى اتفاق سياسي إطاري بين المكون العسكري والمدني لوضع حد للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكتوبر 2021. أما في 9 ديسمبر شهدت السعودية انعقاد القمة العربية الصينية الأولى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بكين والدول العربية.